السلام عليكم وحياكم الله في مزاج بودكاست. لا تمني أحدا، واضحة المقولة، ورح أدلل لكم على قصة قيرونة كانت أمي الله يرحمها تقولها لي. أستعلس عليها صراحة. تقول رحمة الله عليها، تقول في أم مريضة شابة فيها الأسخونة ونايمة مسكينة بفراشها، وولدها قاعد عند راسها، لا شافها قفت ونامت مسكينة، يقعدها يهزها يقول لها يا يوه يا يوه، تقول لها لبي يا ولادي، يقول لها ما ودك الحين بمريجيجة عليها كم قطعة الحمى وكذي، كاتي والله يا ولادي، كان يقول أول منين أجيب لك، هي ترد تنام مسكينة، لما يشوفها قطت في النوم رد قهزها هزها يا يوه يا يوه، تقول له يا لبي يا ولادي، كلها ما ودك بثريد وعليه وعليه وعليه، قالت هي والله يا ولادي، قالوا منين اجيب لك، هذا نفس سالفة في بعض الناس الله يهدينا واياهم، يوعدون الناس ويمنونهم باشياء، بسوي لكم وبفعل وبحط وانا وقدها، يحط يخلون الواحد اللي ما لنية يفكر بأي موضوع، يفتحون له آفاق ويخلونا مثل اللي يشتهي أكل اللي يقوله ولد المرة اللي مساء على أقول لكم قصتها، ولا وفوق هذا كل ما تم يرد يقول لا ترى أنا عند وعدي، وإنزين متى يصير، يعني اللي يسمع الكلام مال الوعود والتمني اللي قاعد يقوله هذا الشخص، يقول إن الحين بيصير، مو الحين يلا باكر بالكثير، يمر الشهر ويمر الشهرين والثلاث شهور، وكل ما تم لا لا بسوي وانا عند وعدي، وانزين وين، فالشخص اللي مو قادر يوفي بالكلام اللي يقوله ويصير قدها لا يوعد الناس، وسلامتكم وتعيشون وفي امان الله.